ومن لندن ينضم إلينا هاتفيا مساعد الدوسري بطل العالم في لعبة فيفا 2018. أول شيء مبروك مساعد، يعني نتيجة كبيرة في المباراة النهائية رباعية دون رد. نحن نتحدث بمقاييس كرة القدم العادية، لكن هل هي فعلا بمقاييس الرياضة الإلكترونية نتيجة كبيرة ولا لا؟ السلام عليكم. حابب بالبداية أشكركم على إتاحة لي الفرصة على المداخلة. ثاني شيء الله يبارك فيكم جميعا. لعبة فيفا خصوصا ما أعتقد أنها كثير مرة. جميل. التفاعل اللي انت لاحظته واللي حظيت فيه في الوسط الرياضي السعودي، جميع تفاعل معك من إعلام من جماهير، كيف 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 كان وقعه عليك؟ كيف كان أثره عليك أنت شخصيا؟ حقيقة أنا أحظى بدعم يعني غير مستغرب من الشعب السعودي والعرب بشكل عام، غير مستغرب، وأعتقد ما يعني لي كثير، وأتمنى أني أكون راضيتهم لو بالبطولة على الأقل. أي مساعد، هذه أنت بعد انتصارك اليوم أصبحت أول لاعب في تاريخ بطولة فيفا يحصل على لقبي العالم في المسابقتين، مسابقة EA الشركة المصنعة للعبة وأيضا مسابقة فيفا، وجمعت بين اللقبين في سنة واحدة، وهذا أمر نادر. كيف استطعت أنك تتمكن من التغلب على منافسيك في البطولتين؟ اللهم لك الحمد. طبعا المنافسة مو يعني من الأشخاص المتواجدين فقط، المنافسة يمكن أكثر من 20 مليون شخص، اللهم لك الحمد، هذا كله جاب فضل الله ثم دعوات ودعم الجميع. الآن البطولات هذه ما كانت مشهورة في السعودية في الفترة الماضية ولا حتى في المنطقة في العالم العربي، الآن بتنا نشاهد كثير من البطولات تقام، يعني شاهدنا في السعودية في الفترة الماضية أيضا بطولة الهيئة العامة للرياضة للألعاب الإلكترونية ممكن تكون موجود فيها، وأيضا شاهدنا في مصر أيضا بطولة مشابهة، وأيضا في الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد منها. ما هي النتائج التي تعتقد أن بإمكان الرياضة بشكل عام وهذه الرياضة الإلكترونية خاصة أن تستفيد من مثل هذه البطولات؟ أعتقد السعودية في آخر سنتين حققت 5 بطولات، إذا ماني متأكد 5 بطولات عالمية أو قارية، وأعتقد أن السعودية تمتلك يعني بشكل عام تمتلك عدد كبير من النجوم، وأتوقع أن متى ما ذا لا إله إلا الله متى ما أتاحت لهم الفرصة أنهم يتعودون على أجواء البطولات تكون في إنجازات في المملكة أكثر وأكثر. أنت من خلال اللي شفته في البطولات هذه أنه عندنا أيضا أسماء بإمكانها في العالم العربي أنه تنافس على مستوى اللقب عالميا في الفترات المقبلة؟ أكيد الشعب السعودي يستمتع بهاللعبة ويحبها وكويس فيها. جميل. مساعد، في هذه البطولة تحديدا من اللي كان له فضل كبير عليك في أنك وصلت إلى المباراة النهائية وحققت اللقب؟ طبعا بعد الله دعم الجميع، أعتقد دعم مساعد سمعنا. ألو. أي نعم. أقول لك أعتقد بعد توفيق من الله ودعوات الجميع وخصوصا والدتي، أعتقد أخوي ودعمي اللي كانوا متواجدين معي. نتمنى لك التوفيق في البطولات المقبلة مساعد، لكن بيني أنا وياك تحدي خاص لازم منا نخلصه في الفترة الجاية. شكرا جزيلا لك بطل العالم في بطولة فيفا 2018 مساعد الدوسري، شكرا جزيلا لك.